عليكم ورحمة الله وبركاته يا طلبة، اليوم إن شاء الله سنتكلم عن نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط، حيث بلغت 64.4 بعد ما أنه كانت الأولية 40%، بالتالي فارتفعت إلى 64.4، فهي تعتبر نسبة نهائية وتعتبر أيضا الأكبر في تاريخ الجزائر. مبروك على جميع المتفوقين في شهادة التعليم المتوسط إن شاء الله، وسيكون الإعلان عن نتائج اليوم الأحد بإذن الله حسب الأخبار المتداولة. بالتالي إن شاء الله العقوبة لأصحاب البكالوريا الذين ينتظرون أيضا نتائج تاعهم بفارغ الصبر، إن شاء الله تكون نسبة النجاح تاعكم أكثر من 64.4 إن شاء الله، وإن شاء الله كامل تفرحوا كامل راكم في لافاك. خي قلت لكم باللي أنكم تفاؤلوا خير تجدوه، والله صدقوني إن شاء الله يا ربي تكون نسبة نجاح تاع البكالوريا السنة كأكبر نسبة في تاريخ الجزائر. تفائلوا تفائلوا والصبر، وثم الصبر. خي قلت لكم أن البكالوريا تاع السنة رايحة تكون نسبة نجاح تاعكم بإذن الله مرتفعة. ادعيوا دائما، ادعيوا ادعيوا إن شاء الله أن تكون نتائجكم مليحة وبالتوفيق.